بعطيك تفاصيل كامل قدام الشاشه، يبي يشرح لكم، بشرح لكم ايش الطريقه. بس يا ايمن بطلب طلب، ابيك تدخل داخل وتصحي النومه، تكفى قول لهم يا رجل صحيتهم عجل. إيه؟ قلت ترى شوف هي داخله عصريه معها يعني، قل الحنيذ والشغل إيه؟ قل مع الريالتي ترى ابوه خاصم يعني، اليوم لازم تاخذون جوكم يعني، اليوم برايم يعني، اليوم خروج توديع واحد اليوم. والله الله لا يجيب طاري. لا يكفي درجاتك اليوم تشفع لك، اليوم وجودك العصريه هذه بحد ذاتها انا طالب بألف نقطه لك وانتم الشباب. استاهل الشباب كلكم 2000 بعد 2000. اي والله تستاهلون والله، طالب لكم اللي اقدر عليه. الزاويه هناك بعد اذنك نقوم نجهز معهم. احنا نبي نشرف من بيت، بنقيمك يا شيف اليوم. هنا يا شيخ شوف ما عاد يسمعك، بنزلها يسوي نفسه ما اسمعك. بنقيمك يا شيف. اي خلاص جاهزين. الله يستر. طبعا الشيف ما يحتاج يا جماعه، طبخ ما شاء الله امام امير جازان. هو وش ذي السوداء اللي معي؟ هذه مغشات جيزان، هذه احيانا يطبخون فيها سمك ويطبخون بها لحم، ايه يحطون بها بعد دجاج، مغشات يحطونها داخل المحنات. شوف هذا، تعال خلينا نحاول نبيد نطقطق تضبط الامور يا شيخ. اي نعم عرفت، هذا البير حقكم. اي هذا البير، اقول وضحه يا وضحه يا وضحه. ها ناخذ الماء من هنا. اي الله الله ما شاء الله، هذا الماء. اي الله العانه. اي ما شاء الله 15 متر قريب والله. قراح الله يوفقكم. شوف ما شاء الله اليوم تدلل. عندي سؤال يا اخي محيرني. كلنا اذان صاغيه الحين. اي اي بنزل غراض الحين. دايم يصير دب. الله يسلمك. انا جلست تيتون ابشر دايم في الدب. شوف الشيف ياكل بن الغراض الحين بنجهز. شوف النظر يصير دب. يصير دب يكون جوا. يعني هو يشوف الطبخه نستخدم منها برا هنا البرميل بدون ما ياكل. بدون ما ياكل بالريح. اهم شيء النيه. لو كشنت الرز صدق مالك. صدقتك صدقتك زهان. اي لا لا هو ان سالته بيقول لك بالنظر بعدين كلنا متفقين. بنهارش ما نريد نعمل كشنة رز هنا. كشنة رز؟ ايه شو بس عاد قدام ال شوف الناس. قل للشيف، الشيف عنده سؤال لك. الشيف تفضل حبيبي تفضل. الحين يا طول العمر الشيف ايش لازم يكون دب؟ عفوا عشان النظر، دائما ياكل بالنظر. والله انا نفس الاجابه سبحان الله. قايل لك احنا نتفق ياكل بالنظر احنا الشيء. بس ما ادري عن صدق الاجابه ان شاء الله نصدق. خلاص صدق لا تصدق. الله يوفقك يا بعد راسي. والله يسامحك. اي والله انت طايح من الطياره من 7000. ايه انا كنت اسوق عشان كذا طحت. الله يوفقكم. كل ذا بصل يا شيف ما خلى شيء والله. يكون الليمون اثنين. الليمون عشان يسحب الطاقة السلبية اللي فيكم. هنا فلفل يروع القلب. الله يوفقكم يا حبايبيني. كمل عليه. شوف بالله هذا الشيف هذا حتى كل شيء مقطع جاهز. اتكيت 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 ما شاء الله عليه. بقد ذبيحة تكون مقطعة جاهزة بس. انا قطعها بعد. لا تطيح في البيت. اي صح. بعدين من يطلعني انت؟ فانت يلا تحرزنا. يجينا ابو ترك ياخر الليل يسحبنا. الله. اي والله. بالله يا شباب ذبيحتكم اللي توسدها خذها بري وخذت بري ما صنده. الذبيحه يا مخلد. ما عليه خلوها على راحتها. اذبح الذبيحه. مذبوحه هي جاهزه. والله. انت تشوفها حيه؟ كانها تحركت. اي شكلها. عندها نقص فيتامين هي. نشوفها تحركت. نشوف. ولا لي جازة. الله الله يبارك زلدو. يو بعذركم بعذركم تبصرون انت. حبيبي هالوجه. الله يسلمك. طبعا العذر في مخلد. ما عندكم من ضمن الريالتي اللي هو مرجيحه ذي. الا هذه هي. بس شغاله. ايش المرجحة تشتغل؟ اي تعرف انا احس بسواك. اها كترونية يعني. هذه انا تتحرك بس ما تتحملك. ما اتوقع يعني. ما تكسر علينا الحدايد. لا هو يمكن هو يكسرني انا ما اكسر. ما اتوقع. اي هو يكسر لانه ضيق. لا بنجيب بصر واحدة جديدة ان شاء الله. احنا بذبيحتنا نتحرك. والله
يا حبيبي الشيف هلا انت بواحد يغيب وواحد يسلم عشت يا شو اسمه سعود سعود هو سعود ذا ايه. اصرف لي اسم سعدن علي علي اهلين ابو علي هادي يا جماعة جيبوا بالله المهذا ورا شوي وش اسمه وش اسمه تعالوا جاي تجون هنية أساعدك أتعب يا بالله جيبوا الأغراض دي هنا جيبوا الأغراض هذه عاد تسمحون لي تم تم إيه على شان والله أنت شيف والله ما تجي والله ما تجي أنت شيف شيف إيه شيف هنا شلون يلا يا علي وين علي حطوه هنا اي هنا 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 كويس والثاني تمام. من جنبه ولا والثاني هنا. جنبه هنا هنا اي الله والذبيحه جيب لنا سفره ما في سفره في سفر اي جيبوا لنا سفره عشان نحط عليها الذبيحه هنية ويغسلها الشيف يقول بها كذي 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 همين يقول بها كذي همين يقول بها كذي كذي طيب الرز الرز جايك كل شيء جايك الحين لا نسويه ابدا باللي تبي احنا بندخل معك المطبخ اذا تبدا بكشنة الرز داخل صح الاسطوانه لازم لا يكون ساعه ولا هذا على طول لا على طول باش الساعه موجود إيه. انا بس نشغل البرميل نتاكد انه يشتغل ما تعصب راسك جيف اسطوانه بيجي زي اعصبها والجو براد يهبل ها شوف هب والله يوم قلت شوف ان شاء الله سبحان الله ايه هو كل شيء ما شاء هو عنده بعد نظر وياكل بالنظر نعم ويروح بالنظر ويسمع بالنظر يسمع كل شيء يسمع بالنظر هذه طبعا لا 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 الشبك هذا حق الذبيحه الاولى هذه الذبيحه الثانيه لا الا طبق يعني وهذا حق الرز خلاص بنتجه على المطبخ جوا نتجه على المطبخ ناخذ الكشنه معنا يا شيخ ونسوي هنا لجوا لا هنا انا اخذه معنا هنا طيب هذا هو هذا خليه هنا اي هذا خذي هنا هذا بخليه هنا هذه السلام والرحمه هذا خليه هنا اي نعم يلا هذا هلا بعلي هلا يا ولد ما شاء الله كل شيء فيك احمر الحين ايش عندك اللي خليه يلا خليه هنا بعد الله صدق ان شاء الله ريحتك زينه يا رجال بس هاي ريحتك انت حامليه تنجحتك يا طبخت فيها الله يسامحك تعال هنا ايش عندي بس خذ احتياط شوف اسمع الو يقول جايين علشانك يا سعيد يا شيف يا شيف هم بيجيبون لك قالوا لي بس يجينا علي ويجينا الرجال داخل نرسل لكم على الهواء يقولون احسن عشان الهواء يهفكم شر ممتاز يقولون ادخلوا جيبوه انت كفون عند الشيف عندهم داخل هناك يبون اللي هو اللي هو يحطونه تحت هذه عشان يحطون النار عليه يحطون البصل يستوي ايوه ما فهمته بس خلنا حبيبي انت الله يوفقك الجو زين اليوم اعجلوا عشان تتغدون يعني اي ما شاء الله خليها طلعت خصم اي اركضوا جيبوها اركض 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 اعد السفره هنا يا عيال عشان الذبيحه يحطها الشيف ولا لا شيف اي نبي الطاوله ثانيه ما تبي تغسل الذبيحه هنا طاوله ثانيه ونغسل يا ولد طاوسين ها ما في احد اي نبغى ابو نهار بيشغلون لكم القفزات جابوها لك مسعود ما جابوه شوفه هناك يمكن القفزات يشغلوا لكم المويه الحين يا حبيبي يا بحدة يا حبيبي يا شيف انا حي والله الشباب اي والله الحين قاعدين يغسلون القدر لو اشتغل الدينامو بس الدينامو يبغى له ترصيص شوي لازم يشتغل خالي ما اي بيض وجه يا ويلهم يا شيف كم يبي لك طيب وقت عشان تخلصها تقريبا ساعتين وثلث ساعتين كامل الطبخه كفو اي باذن الله كفك الطيب الله يعينك الله يعينك شلون؟ لا طاولتين اللحم واجد لا انت الديلمه
يغسلوا داخل خالي يقولون داخل. حي والله هالشوف اي والله انت عاد ان شاء الله واضح انك راعي بر. اي ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. حي والله هالشوف يا اخي يا زيقنك زقنا مزبوط مزبوط هاي شيء فاخر يا ولد. شيفنا حبيبنا اي والله تعال سمعني شيء هذا سمعني يا تعال سمعني يا ارفع صوتك سمع صوتك الهواء زين اي الهواء اي والله زين سمعنا صوتك يا ايمن لا تصير بخيل لا ايوه شيفنا الله يحييك الله بس نبي يلي. حار حار نبي حماس حماس بس يجيبون شباب المويه ولا يلا ارفعوا الصوت يا شباب يا شباب اللي داخل واللي برا لا نبي القز القز يا حبيبي القز النار النار القز هذا شو اسمه ايوه حطوها هنا الله يجيب القلافسات الحين عشان نبدا نشتغل هذا يعطيك العافيه اي والله هالشوف شيء فاخر الاخر ها الاخر جب جب الثاني انت بغطيها ايوه خلصت هذا التفصيل صح؟ اي لا بنفصل احنا بسكين بس الكبده يا شيف نعم. شيف هذه الكبده اي وهذا القلب برضو الكبده نضبطها بشيء الله اكبر عليك نبي القطاعه نبي الشيء سكين جوا جوا لا انت قلفزات والقطاعه والسكين لا انت شوف هنا مدلعينك بس يقولون اضبط لهم غداهم يبشر بس بالله كيف اختياري مرة ممتاز ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله جبل جبل ما شاء الله شيء فاخر يبي يذوب غسلة غسلة خفيفة كذا ايوه وتضرب الهواء شوي بس نقطع نجهز هذا القفزات ايوه بيضج حي والله ذا البنايد يلا انا بروح اصحي الشباب على جنب عليك